بعد سنة 2021 متواضعة جدا من ناحية الإصدارات، وغياب واضح لألعاب تريبل أي بسبب ظروف العمل الصعبة التي كان يمر بها المطورين، ها هي اليوم على الأبواب سنة 2022 واعدة بإصدارات جميلة يمكنها أن تنسينا خيبة أمل التي عرفناها في 2021، ولا نحتاج للانتظار كثيرا لنجرب ألعاب منتظرة. فشهر يناير سيكون حافل بالتجارب الممتعة، والبداية بعد أفضل تجارب الأكشن آر بي جي القادمة للبي سي بعدما كانت حصرية على جهاز نينتندو، مونستر هانتر رايز. وكما عودتنا السلسلة تأخذك في مغامرة بمفردك أو مع رفاقك لاصطياد تشكيلة واسعة من المخلوقات الغريبة، ستساعدك في صنع درع وأسلحة أقوى ستجعل من صيدك القادم أسهل وأمتع. مونستر هانتر رايز قادمة بتاريخ 12 من يناير لأجهزة البي سي، والحصول عليها سوف تحتاج لدفع السعر الكامل 60 دولار. ولن تكون مونستر هانتر رايز العنوان الرائع الوحيد القادم من منصة أخرى إلى البي سي في شهر يناير، بل أيضا أحد أفضل ما قدمت لنا صناعة الألعاب مع حصرية بلاي ستيشن God of War. مع أكثر من 51 مليون نسخة مباعة وهي حصرية على جهاز بلاي ستيشن فقط، أظن أنه لا يحتاج كلام أكثر. إن لم تجربها من قبل فهي بسعر 40 دولار على متجر إيبيك جيم لتقدم لك متعة لا تقدر بثمن، وسوف توفر ابتداء من تاريخ 14 من يناير. وأما بالنسبة للإصدارات الجديدة فستكون مع السلسلة الشهيرة توم كلانس من يوبي سوفت في إكستراكشن. تقدم تجربة لعب مشتركة عبر الشبكة إلى 3 لاعبين في مهمة إنقاذ بعض الرهائن من مخلوقات فضائية غريبة، والعنوان يقدم تجربة لعب مشابهة لما عهدناه على السلسلة. رامبو 6 إكستراكشن قادمة بتاريخ 20 يناير على جميع المنصات بسعر 40 دولار. ولكن يبدو أن شهر يناير ليس واعد بالإصدارات الجديدة كما هو واعد بالألعاب التي سنشاهدها في منصات أخرى أو بنسخ محسنة، كما هو الحال مع أنشارتد، والتي سوف توفر في نسخة ريماستر لأجهزة بلاي ستيشن 5. عرفت الكثير من التحسينات وخاصة في الأداء، فهي ستدعم 60 إطار في البرفورمانس مود وال 4K 30 إطار في الفيديلتي مود. Uncharted Legacy of Thief Collection سوف توفر ابتداء من تاريخ 28 من يناير على أجهزة بلاي ستيشن 5 بسعر 50 دولار، وإذا كنت تملك أحد هذه النسخ يمكنك ترقيتها للجيل الجديد ب 10 دولار. وهذه شباب قائمة أبرز إصدارات الشهر الأول من سنة 2022 والتي تحمل الكثير في طياتها في الأشهر المقبلة. وهذا شباب نكون حقنا نهاية حلقتنا اليوم، أتمنى ما قدمناه نال إعجابكم، لا تنسوا من السبسكرايب واللايك. استودعكم الله، سلام.